مستمعينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا لنتابع معكم حلقات الموسوعة الفقهية المسموعة. فنحن الآن في باب الأسرة، ويسعدنا أن نعيش معكم الدقائق التالية في التعرف على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة المسلمة. فضيلة الشيخ عطية صقر، هل صحيح أن صوت المرأة عورة؟ وإذا كان كذلك فإنه يحرم أن تكلم أي رجل أجنبي، فكيف يكون التفاهم والتعامل مع أفراد المجتمع والأقارب ومنهم الرجال؟ صوت المرأة فيه نقول مختلفة للفقهاء، فبعضها يفيد أنه عورة على الإطلاق، وبعضها يفهم منه أنه ليس بعورة على الإطلاق، ويمكن التوفيق بينها في مرأة. إن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، ولو أنه كان عورة في كل حال لكان ذلك تكليفا فيه عسر، والدين يسر، فهي في حاجة إلى الحديث والتفاهم في شؤون شتى مع غيرها من الرجال والنساء. وإنما العورة في لينه وإغرائه، كما قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلم يمنعهن الكلام مطلقا، بل أباحه إذا كان معروفا لا يحمل سوءا، ومنعهن الخضوع به حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض لعدم قوة إيمانه وخوفه من الله وحفاظه على الشرف والعفة. ومما يدل على ذلك أن كثيرا من الصحابيات سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الدين وبحضرة الرجال الأجانب كأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء، وكالمبايعات له ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر ما جاء في الآية. وكان الصحابة يكلمون النساء وهن يكلمنهم. وحادثة رد المرأة على عمر وهو يدعو لعدم التغالي في المهور معروفة، وهو على شدته لم ينكر عليها ذلك وسط الرجال، بل رجع إلى الحق وأنصفها في اعتراضها. وثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما زارا أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق النووي على ذلك بجواز زيارة الرجل للمرأة وسماع كلامها. وما زال نساء السلف يروين الأحاديث ويعلمنا الناس ويفتين في الدين. يقول الإمام الغزالي تعليقا على سماع النبي صلى الله عليه وسلم للغناء من الجاريتين عند عائشة، يقول: فيدل هذا على أن صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير، بل إنما يحرم عند خوف الفتنة. وقال في موضع آخر: وصوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة، فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستبكاء والسؤال والمشاورة وغير ذلك. وقال القرطبي: ولا يظن من لا فطمة عنده أن إذا قلنا صوت المرأة عورة أننا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإننا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمصيطها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، فذلك كله يؤدي إلى أن من المستحسن أن يكون الكلام بين الجنسين في أضيق الحدود وفي أمور لا تجر إلى فساد، ف
فإن من طبيعة صوت المرأة الرقة، وفيها قدر من الفتنة، ولو انضم إلى هذه الرقة الطبيعية رقة أخرى زادتها فتنة، وذلك ما يحتاط الشرع له. ولهذا كره لها قراءة القرآن بصوت مرتفع، كما لم يشرع لها الأذان إلا للنساء فقط دون رفع صوتها. وإذا نابها في الصلاة شيء تريد أن تنبه عليه لا تسبح، يعني لا تقول كما يقول الرجال سبحان الله، بل تصفق، كما ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقط، وما حكم الدين في مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهل ينتقض بالمصافحة وضوء المتصافحين؟ مصافحة المرأة الأجنبية بغير حائل ممنوعة إن كانت عمدا وقصد في اللذة، فإن كانت خطأ فلا حرمة، وإن كانت عمدا لكن بعدم قصد اللذة قيل حرام وقيل مكروهة كمصافحة العجوز، فالراجح هو التحريم. وفي نقض الوضوء المصافحة تنقض مطلقا عند الشافعية، ولا تنقض مطلقا عند الحنفية إلا بالمباشرة الفاحشة، وتنقض عند المالكية عند العمد واللذة، والله أعلم. وهل من الحديث ما يقال لأن يزحم أحدكم خنزيرا متلصقا بالطين خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له؟ هذا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة وقال عنه إنه غريب، أي رواه راو واحد. وظاهر الحديث أن المزاحمة بالمناكب مع سترها ممنوعة، فكيف إذا كانت غير مستورة؟ والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل، وهو يؤدي إلى الفحشاء التي وضع الإسلام لها احتياطات كثيرة كغض البصر وعدم الكلام اللين وعدم الخلوة. ويؤيد ذلك حديث أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني والبيهقي عن معقل ابن يسار، ورجال الطبراني ثقات رجاله رجال الصحيح، والله أعلم. سيدة تقول: تواجهني بعض المشكلات في حياتي مثل ركوبي السيارة مع سائق أجنبي عني، وأحيانا يكون السفر طويلا، وأيضا يوجد الخادم وأنا وحدي في البيت، فماذا أفعل وهل هذا حرام؟ الخلوة المنهي عنها والتي هي مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد. أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة، وإن تحقق به محظور آخر كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها. ومحصل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو: أولا، إذا كان الاجتماع ثنائيا أي بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل زوجا أو محرما جاز، وإن كان أجنبيا حرم. ثانيا، إذا كان الاجتماع ثلاثيا فإما أن يكون بين امرأة ورجلين، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما وإلا حرم. وإن كان الثاني فإن كانت إحداهما محرما جاز، وإلا ففيه قولان. وقد ذكر النووي في شرح المهذب فالخطيب على متن أبي شجاع جواز الخلوة بامرأتين. ثالثا،
إن كان الاجتماع رباعيا فأكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد في الطرفين. وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة، كمن دخلوا على زوجة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا وإلا حرم. ويشترط في المحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحي منه كابن سنة أو سنتين. وقال بعض العلماء تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد ولكن مع الكراهة، أما الشاب مع كبير السن من غير أولي الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به وقيل تجوز مع الكراهة. هذا ملخص ما قاله العلماء في الخلوة. ومنه يعرف أن السائق الذي يوصل امرأة واحدة إن كان في طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة في ذلك، وإن كانت معه مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا. أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبي، أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق. ومثل السائق المدرس الخصوصي للبنت والبنات حتى لو كان يعلمهن القرآن الكريم، وكذلك الخادم والخادمة في البيت، ومثلهم سكن الأخوين المتزوجين في سكن واحد فهما أجنبيان عن الزوجتين، والله أعلم. هذه سيدة تقول أختي تسكن معي فليس لها عائل غيري، ولكنها لا تحتجب من زوجي، وإذا حدثتها في ذلك تقول إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما الحكم في ذلك؟ عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك، وعورتها بالنسبة للمحرم هي ما بين سرتها وركبتها، والمحرم هو الذي يحرم نكاحه على التأبيد كالأخ والابن، أما من يحرم نكاحه مؤقتا فهو أجنبي وذلك كزوج الأخت، فإن نكاحه لها مؤقت وعليه، فيجب على أخت الزوجة أن تتحجب من زوج أختها ما دامت على ذمته، والله أعلم. أخوات من البنات يقول نحن خمسة من البنات وقد رزقنا الله جمالا ولنا عم يزورنا كثيرا، ولكنه يمزح مزاحا خارجا عن الأدب بألفاظ فاحشة، فهل إذا زارنا وجب علينا مقابلته أم نمتنع عن المقابلة؟ معلوم أن المزاح الخارج عن الأدب ممنوع حتى لو كان بين الرجال بعضهم مع بعض، وكذلك النساء بعضهن مع بعض، والمزاح الذي قد يؤدي إلى فاحشة منكر، فكل وسيلة تؤدي إلى المنكر تأخذ حكمه. وعندما حرم الله الزنا حرم كل ما يؤدي إليه فقال ولا تقربوا الزنا، ومن أجل ذلك حرم النظر واللمس والخلوة والكلام المؤدي إلى ذلك. ومن هنا أقول لهذا العم اتق الله، فبنات أخيك كبناتك تماما، وهل ترضى لبناتك ما تفعله مع بنات أخيك؟ وأقول لهؤلاء البنات احترسن حتى لا يقع المكروه، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، ما رأي الدين في نزع المرأة لشعر وجهها بغرض الزينة للزوج، وما حكم ذلك لغير الزوج؟ روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال
لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله. والتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزييد الحاجبين وإزالة الشعيرات التي بجوانب الوجه وهو حرام. وقد رأى ابن الجوزي في هذا الحديث إباحة النمص وحده، وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات، يعني أن إزالة شعر الوجه ومنه تزييد الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها وهو غش. وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف، وبدون هذين القصدين يكون حلالا. قال ابن الجوزي في كتابه آداب النساء عن عائشة قالت: يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه. قال: فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت: لا بأس بالخضاب. وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الطالقة والحالقة والخارقة والقاشرة. والقاشرة هي التي تقشر وجهها بالدواء ليصفو لونها، والصالقة هي التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند النوائب، كالخارقة التي تخرق ثوبها عند النوائب أيضا. قال ابن الجوزي: فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهي عنها على كل حال. وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود، ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك شعار الفاجرات فيكون المقصودات به، أو يكون مفعولا للتدليس على الرجل هذا لا يجوز، أو يكون تضمن تغيير خلقة الله كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن، وربما أثر القشر في الجلد تحسنا في العاجل ثم يتأذى به الجلد فيما بعد. وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج، ويكون حديث النامصة محمولا على أحد الوجهين الأولين. وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعتي. ذكره ابن حجر في فتح الباري. وجاء في معجم المغني لابن قدامة أن المرأة يكره لها حلق شعرها ويجوز لها حف وجهها ونتف شعره. وأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ولغير الأجانب فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء اللذين نهي عنهما من الشرع. أما إن كان الأجنبي سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس، وقد يتسامح في إزالة التشويه المنفر فقط، كما لو نبت شعر على لحية المرأة أو على الشفة يشبه الشارب، أو شعرات منفرة في الحواجب، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع والله أعلم. سيدة تقول: شعري قصير ومن عادة النساء في بلدنا التفاخر بالضفائر الطويلة،
فهل يجوز لي أن أضيف بعض الضفائر لتطول ضفائر شعري؟ وعندي أخت موظفة تلبس الباروكة، فما الحكم في ذلك؟ وسيدة أخرى تقول: أنا امرأة سافرة وأتمنى من الله أن يهديني لأرتدي الحجاب، وأقص شعري كل شهرين تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ من المعلوم أن الجمال محبب للنفس إذا وصف به أي كائن في الوجود، والله جميل يحب الجمال كما في الحديث الذي رواه مسلم. وجمال المرأة بالذات له خطره وأهميته في حياة الأفراد والأمم، وتجمل الزوجة لزوجها من أهم الوسائل لكمال متعته بها وحبه لها. والحديث الذي رواه ابن ماجه يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ومظاهر التجمل كثيرة، منها جمال الشعر الذي لا ينكر أثره في إعجاب الرجل بالمرأة أي إنسان. والإسلام عني بجمال الشعر ترجيلا أي تمشيطا، وتصفيفا أي تنظيما في ضفائر وغدائر ونحوها، وتهذيبا بالتقصير والتطويل والتلميع، وتطييبا بالدهن المعطر والروائح الطيبة. فهو القائل في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه، وهو عام في الرجال والنساء. والشعر المستعار المسمى بالباروكة ورد فيه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي ابنة عريثا، تصغير عروس، أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم. وبعد كلام العلماء في شرح هذا الحديث وما يماثله، نرى أن التحريم مبني على الغش والتدليس، وهو ما يفهم من السبب الذي لعنت به الواصلة والمستوصلة، ومبني أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب، وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببا في هلاك بني إسرائيل حين اتخذ نساؤهم وكن يغشين بزينتهن المجتمعات العامة والمعابد اتخذن هذا. وجاء في كتب الفقهاء أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمي أو شعر حيوان نجس. أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج. وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعي بشرطين: الأول عدم التدليس، والثاني عدم الإغراء، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وإذا كان عدم استعماله لغيره هو. ومن هنا يعلم أن الموظفة التي يراها غير زوجها يحرم عليها أن تكشف أمامهم شعرها الطبيعي مطلقا، وكذلك الصناعي أو الباروكة، لأنه يلفت الأنظار ويدعو إلى الفتنة. وكذلك السافرة غير المحجبة يحرم عليها قص شعرها، وبخاصة إذا قام بذلك رجل أجنبي عنها، والله أعلم. وهذه سيدة تقول: أنا سيدة أمتلك محلا لتزيين النساء، وبعضهن يتزين من أجل الأزواج، والبعض الآخر وهو الأكثر يتزين من أجل الزينة، وأستعمل في تزيينهن بعض الألوان المكياج، فهل عملي هذا حلال؟ المرأة التي تمتلك محلا لتزيين النساء إن كان الذي يقوم بذلك رجالا ف
كان العمل حراما لأن فيه نظرا لعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي، ولأن فيه لمسا بما لا يحل له، ولأن فيه إعانة على المحرم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها، وكل ذلك وردت به النصوص. أما إن كان الذي يقوم بعملية التزيين امرأة ولا يطلع عليها أجنبي معها في المحل فلا مانع، إلا إذا عرفت أنها تتزين للأجانب، وذلك بمثل أن تراها تدخل المحل وهي سافرة وستخرج وهي سافرة، فذلك ممنوع لما فيه من المعونة على الممنوع، ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش، فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة، والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام، والله أعلم. وهذه أخرى تقول: أنا سيدة أرتدي النقاب ولا يظهر منه غير عيني، وأنا أحب دائما أن تكتحل عيناي بالكحل، وأخرج لقضاء مصالح كثيرة، فما رأي الدين في ذلك؟ كان الكحل معروفا عند العرب قبل الإسلام، يستعمله الرجال والنساء للدواء وللزينة، والإسلام في احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع عن كل ما يغري بالسوء، وأمر المرأة بالذات بستر مفاتنها، فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والظاهر المعفو عنه فيه خلاف للمفسرين. يقول القرطبي: الزينة قسمان، خلقية ومكتسبة، فالخلقية وجهها، والمكتسبة كالثياب والحلي والخضاب والكحل، ومنه قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلى هذا فالكحل في العينين من الزينة الظاهرة المعفو عنها، وذلك للحاجة إلى كشف العينين بالذات، تبعا لكشف الوجه الذي جاء الترخيص به وبكشف الكفين. غير أني أنبه إلى أن الكحل إذا كان زينة معفوا عن إبدائها، فالمراد به ما لا يكون مبالغا فيه يلفت النظر، وما لا يقصر به الفتنة، لأن الكحل العادية قد تكون العين في غير حاجة إليه إذا كانت هي جميلة بالطبيعة بما يعرف باسم الكحل، أما ما يزيد على ذلك مما يتفنن فيه نساء العصر فإن المقصود منه غالبا ليس تحسين العين لذات التحسين، بل المقصود هو الفتنة والإعجاب بما استحدث من أصباغ ذات ظلال وألوان خاصة بالجفون وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها، وكل هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الأجانب، إلى جانب النية التي جاء فيها الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلى جانب القياس على التعطر الذي يقصد به أن يجد الرجال ريحها وهو دليل الفساد. فليتق الله النساء، فإنهن بغير زينة فتنة ما بعدها فتنة، وليحس كل رجل مسؤوليته نحو أهله، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، هل يوجد حديث يقول إذا تعثرت المرأة تكون زانية؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان العطر خفيفا بغرض إزالة رائحة العرق هل يحدث الزنا أيضا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها
فهي زانية وكل عين زانية. رواه النسائي وابن حزينة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم أيضا وقال صحيح، كما رواه أبو داود والترمذي بلفظ كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي المأثور خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. يفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أي تشبها يقوم على وضعها العطر بقصد أن يجد الناس ريحها، وهذا واضح لا يشك أحد في أنه مذموم، فالقصد به حينئذ الفتنة والإغراء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العطر نفاذا أو قويا. أما الخفيف الذي لا تجاوز رائحته مكانه إلا قليلا، والذي لا يقصد به الإغراء بل يقصد به إخفاء رائحة العرق مثلا، فلا توصف المرأة معه بأنها كزانية، وذلك لانتفاء القصد. ومع ذلك أرى أنه مكروه على الأقل، فإن الرائحة حتى لو كانت خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق والمواصلات، فأولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من قريب أو بعيد. وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التي يتكاثر فيها العرق، ولا يحتاج إلى وضع روائح، فإن الخفيف منها يجر إلى الكثير القوي. وهذا كله عند وجود رجال الأجانب خارج البيت أو داخله، أما مع المحارم أو الزوج أو النساء فلا مانع من الروائح، وذلك لعدم فتنة المحارم بها ولإدخال السرور على قلب زوجها وعدم انتقاد النساء لها، وضمير المرأة له دخل كبير في هذا الموضوع، والله أعلم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما الجاهلية المقصودة في الآية؟ وهل توجد جاهلية ثانية؟ وما التبرج الذي نهى الله عنه في هذه الآية؟ قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية مذكورة في سياق النداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ترشدهن إلى الاستقرار في بيوتهن وعدم التبرج كما كان عند الجاهلية الأولى. التبرج قيل هو المشي مع تبخر وتكثر، وقيل هو أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشبه فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها، وقيل هو أن تبدي من محاسنها ما يجب ستره وهو مأخوذ من البرد أي السعة، وقيل هو من البرد أي القصر العالي. ومعنى تبرجت ظهرت من برجها، وهو بهذا المعنى يجعل جملة ولا تبرجن مؤكدة لجملة وقرنا. الجاهلية الأولى مختلف في تحديد زمنها، وملخص الأقوال كما في تفسير القرطبي: أولا هي ما بين آدم ونوح، وهي 800 سنة قاله الحكم ابن عيينة. ثانيا هي ما بين نوح وإدريس كما قاله ابن عباس. ثالثا هي ما بين نوح وإبراهيم كما قاله الكلبي. رابعا هي ما بين موسى وعيسى كما قاله جماعة. خامسا هي ما بين داود وسليمان كما قاله أبو العالية. سادسا هي ما بين عيسى ومحمد كما قاله الشعبي.
وكلها أقوال ليس لها دليل صحيح. فالقدر المتفق عليه أنها قبل البعثة النبوية بزمن طويل، لأن وصفها بالأولى يشعر بأن هناك جاهلية ثانية أتت بعدها وهي أقرب منها إلى البعثة. وكانت المرأة في الجاهلية الأولى تلبس الدرع من اللؤلؤ أو القميص من الدر غير مخيط الجانبين، فتلبس الرقاق من الثياب ولا تواري بدنها، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال، وهذا يشعر بأن ذلك العهد عهد ترف. فهل كان في أيام عاد وثمود، حيث جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن هؤلاء كان فيهم حضارة وقوة وترف، يبنون بكل مكان آية على قوتهم، يعبثون ولا يجدون بشكر الله، ويكتسبون مصانع لعلهم يخلدون، وأمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون، وينحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ ربما يكون ذلك هو عهد الجاهلية الأولى. ومهما يكن من شيء، فإن الجاهلية الثانية المتصلة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا الثراء الفاحش، لكن كان في بعض نسائها بعض مظاهر التبرج الذي قد يصل إلى العري الكامل في بعض الأحيان. فقد ذكر مسلم في صحيحه أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة، فنزل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ووصف التبرج بأنه تبرج الجاهلية الأولى لا يعني أن المنهي عنه هو ما كان على هذه الصورة الفاضحة، بل هذا الوصف لبيان الواقع وليس قيدا لإخراج ما عداه من الحكم. التبرج المنهي عنه في الإسلام هو كشف العورة التي يختلف حجمها أو مساحتها باختلاف من يطلعون عليها، فمع المحارم كالأب والابن والأخ هي ما بين السرة والركبة، ومع الرجال الأجانب هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، والخدم الموجودون الآن رجال أجانب. وعورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم، وليس من المحارم ابن العم وابن العم وابن الخال وابن الخالة وأخ الزوج وكل أقاربه ما عدا والده. وإذا جاز لها كشف الوجه مع الأجانب فليكن من غير أصباغ ومغريات فاتنة. فالمقصود من النهي عن التبرج هو عدم الفتنة وسد باب الفساد. وإذا كان هذا النهي موجها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن أولى، لعدم وجود ما لديهن من الشرف والحصانة والانتساب للرسول والبيئة الصالحة، ويتبع كشف العورة لين الكلام والتعطر والخلوة والتلامس وكل ما يدعو إلى الفتنة، والله أعلم. وهذه امرأة تقول: أنا سيدة أرملة وأمتلك ماكينة خياطة هي مورد رزقي أنا وأولادي، وأخيط ملابس للسيدات على الموضة، فهل عملي هذا حرام وكسبي غير حلال؟ ما دمت لا تتأكدين أن هذه الملابس ستكون للخروج والاختلاط بالناس الأجانب فخياطتها غير محرمة، لأنه يجوز أن تلبسها المرأة في بيتها لزوجها ومحارمها، كما يحتمل أنها تخرج بها، فالأمر غير مقطوع به. مثل ذلك مثل من يبيع العطور وأدوات الزينة للنساء، فإنها تستعمل فيما يحل وفيما يحرم، وكذلك أقمشة النساء، بل التعامل في كل ما يستعمل للخير والشر لا يحرم على الإنسان، فليس هناك شيء يستعمل في الخير خاصة ولا يمكن أن يستعمل في الشر
ولو بوجه من الوجوه. أما إذا كانت الملابس التي تخاف لا تستعمل إلا في الشر ولا يوجد مكان لاستعمالها في الخير، وتعلم الخياطة أن هذا الثوب للأشياء المحرمة فيحرم عليها أن تخيط هذا الثوب لأنها معونة على الشر، والدال على الشر أو المساعد عليه شريك في الإثم، والله أعلم. وهذه سيدة تقول: لا يوجد في منطقتنا طبيبة أمراض نساء، وإذا وجدت فلا نثق في علمها، ونضطر إلى الذهاب لدكتور أمراض نساء ليتولى علاجنا وتوليدنا، كما يوجد عندنا في الحي أشهر وأمهر طبيب أمراض نساء وتوليد ولكنه غير مسلم، وتقبل الكثيرات من النساء عليه لعلمه ومهارته، فما رأي الدين في ذلك؟ من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من جسمها لرجل أجنبي فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل في ذلك، وبالتالي لا يجوز اللمس بدون حائل. أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب يورد فيها بعض ما قاله العلماء. جاء في كتاب الإقناع في شرح متن أبي شجاع للشيخ الخطيب في فقه الشافعية أن النظر للمداوات يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط، لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة والعكس، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح، ويشترط عدم وجود امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة أي علاج امرأة، والعكس أي عدم وجود رجل يعالج الرجل كما صححه كما في زيارة الروضة، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه ألا تكون المعالجة كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ورجلا مسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة أي الشغل بخلاف الرجل، وقيد في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده. ثم قال: وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، وفي معنى ما ذكر نظر الخاتم إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة أي الداية إلى فرج التي تولدها، ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكد الحاجة بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الظنى، وفي السوأتين مزيد التأكد بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة. هذا كلام بأسلوب مركز يحتاج إلى توضيح بأسلوب سهل، وذلك ممكن لبعض الناس. وفي حاشية عوض لشرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح في العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة وإلا فلا. وجاء فيها
رتب أحد العلماء المعالجة في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في علاج مسلمة، ثم صبي مسلم غير مراهق، ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق كافر، ثم المحرم المسلم، ثم المحرم الكافر، ثم الممسوح أي الذي ليست له أعضاء ذكورة المسلم، ثم المرأة الكافرة، ثم الممسوح الكافر، ثم المسلم الأجنبي، ثم الكافر الأجنبي، والزوج مقدم على الكل. هذا ما جاء في حاشية عوض. يؤخذ من كل هذا أن العلاج بين الجنسين يكون عند عدم وجود الجنس المشابه وعند عدم كفاءته، وأن يكون بقدر الضرورة مع الاحتياط حتى لا تكون فتنة، واتفاق الدين له اعتباره إن وجد. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، وما حكم دراسة مادة أمراض النساء للرجال؟ وما حكم مهنة التمريض حين تنكشف عورات النساء في هذه المهن، وكذلك عورات الرجال أمام النساء التي تخصصن في غير تخصص نسائي؟ ما الحكم في ذلك وما الحل في هذه المسألة؟ سبق الكلام على العلاج بين الجنسين، وأؤكد هنا أن أي عمل فيه اطلاع على العورات حرام، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يوجد الجنس الذي يعالج جنسه، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز تجاوز الحد في استعمال هذه الرخصة. ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الآخر عند الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل، وجاء في كتاب فتح القدير أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه، وكانت تغمز رجليه وتنظف رأسه، والغمز هو الكبس والتدليك. وقال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها أي يعالجها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع المرأة. ونقل عن ابن حبان وغيره مثل هذا الكلام، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة. هذا وإذا لم يوجد الجنس الماهر في العلاج، أو وجد ولكن لم يكن ماهرا، فلا مانع من العلاج عند الجنس الآخر الماهر، فالخطأ في العلاج خطير، والدين حذر من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، لماذا كان النساء أكثر أهل النار؟ وهل هناك حديث صحيح يقول النساء ناقصات عقل ودين؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فنرجو توضيح ذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك نقصان دينها. فالحديث ثابت بأقوى طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرر خطورة المرأة في حياة الرجل التي نص عليها في الحديث المتفق عليه أيضا بقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وهو حكم من واقع طبيعة ليس فيه شيء من التجني عليها، والدين لا يغير من الطبيعة شيئا إلا بقدر ما يوجه إلى حسن استخدامها. والله سبحانه في قرآنه شرع للنساء ما يتفق مع طبيعتهن، فحين جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وضح السبب في ذلك في الآية نفسها، فقال في آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ذلك أن المرأة بتركيبها الطبيعي ما يصادفها من حالات هي عرضة للنسيان أحيانا، والشهادة لها خطورتها لأنها تثبت الحقوق لأصحابها فتقرر العدل وتمنع الظلم، ومن هنا كانت شهادة المرأة محتاجة إلى عون يساعد على تذكرها لما عساها تكون قد نسيت، وكل ذلك أمر غالب، فالحكم على المجموع لا على الجميع. ونقصان الدين ليس احتقارا ولا رميا بالعيب، فليس المراد به أن دينها ضعيف أو أن إيمانها ناقص تعاقب عليه، بل المراد أن التكاليف الشرعية التي يكمل المؤمن بها إيمانه رصيد الرجل منها كبير، لأن طبيعته ليس فيها من الأعذار بترك شيء من هذه التكاليف بقدر ما عند المرأة من أعذار تقضي بها طبيعتها، فإن عذر الحيض يعرض لها كل شهر بما يعطلها عن الصلاة التي تجب لها الطهارة مدة أسبوع تقريبا، فربع حياتها أو قد يزيد خال من الصلاة حتى تيأس من الحيض، إلى جانب عذر الولادة الذي يأتي على فترات إن كانت بعيدة أحيانا إلا أنها تمتنع عن الصلاة في كل عام أو عامين شهرا أو شهرين، فهي في مدة حيضها ونفاسها لا تصلي ولا تصوم وإن وجب عليها قضاء الصيام، فهي على كل حال أقل رصيدا في هذه القربات من الرجل. وهذا بالنسبة إلى الغالبية العظمى من النساء، والمجال مفتوح أمامهن لتكميل ما يفوت من قربات بسبب هذه الأعذار، وذلك بحسن رعاية الزوج والولد والنوافل من العبادات والأعمال الخيرية التي لا تحتاج إلى طهارة كالصدقة وعمل البر في ميادينه الواسعة، وذلك كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت يزيد ابن السكن حين سألته عما يفوت النساء من أعمال الخير التي ينفرد بها الرجال كالجهاد والجمعة والجماعات، فبين لها أن قيام المرأة بواجبها نحو زوجها يعدل ما يقوم به الرجال من هذه الأعمال. فالخلاصة أن الحديث يلتقي مع القرآن في التشريع، والله هو الذي فعل ذلك وقرره، لأن الشرع يراعي التناسب والاستعداد، ولله في ذلك حكمة، وهو سبحانه منزه عن العبث وعن الظلم وهو بكل شيء عليم. فالمجال مفتوح أمام المرأة لتسابق الرجل في القربات الأخرى، لكن هل كلهن يستطعن ذلك؟ أو أن طبيعتهن التي لا يمكنهن التمرد عليها
فتقعد بهن عن هذه المسابقة، أو على الأقل لا تجعلهن يكملن الصوت. الله أعلم. قيلة الشيخ عطية فقر: متى خلقت حواء ومن أي شيء خلقت؟ وهل صحيح أنها خلقت من ضلع آدم؟ في كتاب نشر حديثا بعنوان القرآن وتاريخ الإنسانية يزعم فيه مؤلفه أن أول إنسان خلقه الله هو أنثى لا ذكر، مستأنسا بقوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لأن النفس مؤنثة والزوج مذكر، فحواء هي التي خلقت أولا ثم خلق الله آدم. وللرد على ذلك نقول: أولا، إن النفس في اللغة تطلق على الذكر والأنثى كما يطلق الزوج على الرجل والمرأة، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج وهما زوجان. وثانيا، عندما أراد الله أن يجعل خليفة في الأرض خلق آدم وعلمه الأسماء وأمر الملائكة بالسجود له، ولم يأت ذكر لحواء في هذا المقام. وثالثا، البشر جميعا منسوبون لأصلهم الأول وهو آدم، يا بني آدم. ورابعا، بعد خلق آدم خلق الله حواء كقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، والتعبير بثم يفيد التركيب في الزمن أو الرتبة، وكان خلقها لأجله هو ولم يكن خلقه لأجلها هي، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من هذا وغيره نعلم أن أول البشر آدم وهو ذكر، وليس حواء التي هي أنثى خلقت من أجله. وعلى الرغم من أن ذلك ليس عقيدة نحاسب عليها، فقد صحت الأحاديث بأن حواء خلقت من آدم ومن أحد أضلاعه، ففي صحيح مسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وهذا الضلع من آدم كما يشير إليه قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وهناك رأي مرجوح يقول إنها لم تخلق من جسم آدم، بل خلقت من المادة التي خلق هو منها وهي الطين، وذلك ليسكن إليها، ولو خلقت من مادة أخرى ما كان هذا السكن. والتعبير في الحديث بأنها من ضلع هو للتشبيه كما جاء في بعض الروايات. وعلق بعض العلماء على أنها خلقت من ضلع آدم ولم تخلق من عضو آخر كيده أو رجله، وذلك لتكون قريبة من قلبه يحبها ويعطف عليها وهو ملحظ له وجاهته. وجاء ذلك في شرح النووي لصحيح مسلم حيث قال: في هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب. والله أعلم.